اطلع قدام شوية كده، ويا ريتك تبطل حضرتك العربية، بطل العربية عشان الأولاد جايين. يلا روح، يلا يا ماما، يلا يا ماما تامر، يلا يا يلا يا رامي، يلا ما تضايقوش عمو السواق. ايوه بابا بيقول لك البس الجرافطه البني ولا البيج؟ البني ولا البيج؟ البني ولا البيج؟ بصي خليه يلبس لا بلاش البني بتغمقه، خليه يلبس البيج بتنور وشه بيبقى عمور. يلا حبيبتي يلا عمو السواق. بابا التاكسي مستني. عشان خاطر يا اولاد انت الكبير. ايوه يا حبيبتي. بابا بيقول لك فين مكنه الحلاقه عشان يحلق ده؟ مكنه الحلاقه بصي انا حطيتها في علبه السكر القديمه وقفلت عليها. يلا روحي قولي له. ولسه يحلق دقنه؟ نعم لسه يحلق دقنه. حلقه الدقن تاخد ايه حضرتك يعني؟ يا سبت خلصيني ونزلي عيال خلينا نشوف شغل. بص حضرتك ما تقربش الاولاد اهم قدامك، العربيه 18258 رقمت الرقم وحافظها عشان تبقى فاهم. اوعى تقرب لطفل، اوعى، ما انا بنبهك لما اسالك اقول لك حلقه الدقن تبقى عايز تنزل الاولاد. وخدت بتاخد فيها قد ايه؟ 5 دقايق. ده هو 16 سنه حضرتك كان الدقن لما تنبت كده كده بس قريبي تخضر بس يروح ماسك المكنه يخليها حريره، هو طبيعته كده. ماما ايوه بابا بيقول لك زرار الجاكيته اتقطع، خدي اعملي الابره والفتله. اصل عنده عقده نابليون تلاقيه واقف عامل كده دايما، فصباعه ده بيتعلق في الزرار بيطرقعه مرتين ثلاثه في الاسبوع. اعمله هاتيها. خدت له الزرار في الشارع؟ ايه اللي يجرى؟ حاجه جوزي في ايه؟ بتفتحي ترز احسن في الشارع وخلاص. ليه بتكلم كده حضرتك؟ يعني انت خلصتني عندي شغل، انزل يابا توه. تنزل مين؟ اوعى تقرب لحد. النمره محفوظه عند ظهر قلب 18258. النمره كام يا اولاد؟ 18258. النمره كام؟ 18258. سمعوا عمو اهو 18258. يلا ماما. ايوه بابا بيقول لك جاله ضيوف عاوز يعمل لهم ليمونات، فين الليمون يا ماما؟ الليمون في الدرج الاخراني بتاع الثلاجه. يلا بقى يلا ضيوف. ايوه هو لسه هيجيب يعمل ليمونات للضيوف وضيوف. أيوة. مش دايما ويحلق وتربط له الزرار في الشارع. وانا ايه يا ست؟ في ايه يعني لما ربط الزرار في الشارع حضرتك؟ ده كان يوم ازرق يوم ما عديت من الشارع ده، خلصيني بقى. في ايه بتزرق اليوم ليه؟ عشان تبقى عارف دخاله عباس ابو ضب من احسن الناس. انا مالي ومال عباس ابو ضب؟ خلصيني ونزل العيال دي. بص حضرتك عشان تبقى عارف من الاخر، مش هينزلوا الاولاد وهو نازل. يا توتي 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 يا ست خلصيني يا ست بندهلك. بص بقى خلصيني. مش طريقه دي اللي مش كويس. هتمد ايدك خلينا اشوف اكل عيشي. اوعى اوديك في داهيه تلمسني كده داهيه. يا ست انا بقالي ساعه دلوقتي واقف، ولا ساعه الا ربع بقالي واقف دلوقتي عشان خاطر توصيل. الله يخرب بيتي توصيله وسنينها السودا. انا عارف ايه الشغلانه السودا دي. ما خيطش انت لبت السودا معايا، ده كانت حاجه سودا الليله دي. ايه ذكيه؟ ايه ذكيه في ايه؟ وموقفالي تاكسي ارفع شغارك الكدابه دي، ما الاوتوبيس اوفر. لا اذا كنا هناخد اوتوبيس بقى هديك الباروكه الا تتنشل في الاوتوبيس. يلا يا اولاد. خدي ادا طلعي البابا، وادي الابره اوعي تحرميها كده ولا كده. بابا جاله ضيوف. ايوه عاوز يعمل ليمونات، فين الليمون؟ يا نهار الليمون في الدرج التحتاني في التلاجة. يلا يا مدام هتلقي ليمونه. لا استنى استنى، لا لو سمحت استنى. لا معلش استنى حضرتك. لا معلش لا 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 معلش احنا هنختمها بليمون. طب بص مفيش عيل يخرج. يلا يا بابا اطلعي فوق اديها لبابا. يا مدام اعملي معروف ينزل منكو. يا مدام اعملي معروف. بص رقم العربيه حافظها 22. العربيه رقم الزفت دي زي ما انت عايزه، بس خليني امشي. مش توتي يا مدام لو سمحتي. ايه ده بقول لك ايه؟ هتلمسني تبقى فضيحه والله. هلمس ايه بس؟ ده الله يكون في عونه. هلمس ايه وانا ايه؟ عن مين؟ عن جوزك دوت اللي بالبيت. لا 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 بص اوعى يا ولد. لا عايزك تمشيني ولا عايزه تحاسبني ولا عايزه تسيبني اروح اشوف شغل. يعني دلوقتي في ضيوف فوق. في ضيوف؟ بقالهم اكتر من ساعتين دلوقتي. فوق يعني؟ في ضيوف فوق. في ضيوف فوق. انت عايز رايي؟ اتفضل يا استاذ اكرم الضيف. واجب
اكرام الضيف واجب. شفت بقى قعدوا 4 ساعات فوق يا نهار اسود، ده انت اسخن منهم. يا اما تقعد فوق لغايه مش هتسيبني يا استاذ. ما تزقش حد حضرتك. يلا يا مدام، يلا يا مدام هتلمسني. يلا يا مدام يا نهار اسود. يلا يا مدام. لا انا مش هشتغل سواق تاكسي تاني. الله، انا مش هعدي من الشارع ده تشتريه تاخد التاكسي. ايه انت اتاخرت ليه؟ اعمل ايه؟ مش لاقي حاجه لما بقى الجزمه. خد يا حبيب قلبي لما اهو. خش يا حبيبي، خش خش. يلا ما حدش يضايق عمو السواق. بابا بيقول لك يلبس الجرافات البني ولا البيج؟ لا، البني ولا البيج. بصي قولي له يلبس البيج لانها بتخلي وشه منور وبيبقى حلو. يلا يلا يا شاطر. فاهمين اللي انا قلته يتسمع ولا لا؟ مش سامعه صوتكم؟ عايز اسمع صوتكم. حاضر؟ محدش يضايق عمو السواق. تقزقز لب وتلمي في ظهر عمه وهو قاعد هيزعل. ها يا حبيبي؟ برافو يا تامي، شاطر. ايوه حبيبتي. بابا بيقول لك فين مكنه الحلاقه عشان عاوز يحلق بيها ده. مكنه الحلاقه؟ بصي هتلاقيها على المرايه القديمه لفها في ورقه كده. يلا. معايا يا اولاد؟ ايوه. في ايه؟ الفندم اللي هينزل معانا هنا؟ نعم. الفند اللي هيحلق دقنه ده نازل معانا؟ ايوه جوزي. لكن انا حضرتك هستنى لما حضرتك يحلق دقنه ويلبس كرافتاته اللي حضرتك بتقول عليها وانزل. ايه يا مدام؟ بابا بيقول لي ايوه الزرار اتقطع، خد غيرتين ابني. اصل باباكي ده كمان لازم يحط ايده كده في الزرار ويعمل كده زي نابليون، بيقطع الزراير كل يوم. هاتي هاتي هاتي. يلا هاتي هاتي. استني يا بنتي، استني يا مدام، اتفضل حضرتك نزلي دول. اوعى حضرتك تقرب الاطفال، اطفال قصر ورقم عربيتك حافظاه. طيب 12481. هعمل مصيبه حضرتك. اوعى اوعى تقومي تعملي لي في الشارع، تجي تعملي لي زراير وتعملي لي بتاع ولا فند تصحيه ولسه صحي مين؟ صاحي. طب وانا مالي صاحي؟ صاحي ده لعب سويدي من الصبح يجي 3 ساعات. اهلا وسهلا يا ست، يلعب سويدي يلعب جمبار. طب يا توتي توتي توتي. تعالى يا سيدي. كويس انك جيتي يا حبيبتي، خدي جاكيتك كاملت اهي اديها لبابا. يلا يا حبيبتي. بابا جاله ضيوف وعاوز يعمل لهم ليمونه. فين الليمون؟ في ليمون في الدرج التحتاني في الثلاجه، ليمونه واحده او ليمونه ونص، خليها اعملها وكتر ميه. يلا عم عباس ابو ضبه ولا جه ضيوف؟ ضيوف ضيوف الافند اللي نازل من فوق ده هيستنى يعمل الضيوف ليموناته ويحلق دقنه. ايوه. ويتشطف ويغسل لي ويلبس كرافطه. ايوه. ايه يا ست ده؟ النمره كام يا اولاد؟ 12481. برافو. حضرتك بتحفظيهم النمره؟ ايوه تحفظهم. يعني ايه تحفظ النمره؟ ايوه يحفظوها. هتعملي ايه؟ يعني عايز تعملي ايه؟ ولا يعملوا اي حاجه. ايه ولا يعملوا؟ طيب حضرتك علشان اللي فوق كمان موقفالي تاكس، ما الاتوبيس اوفر. ايه ده؟ حضرتك ده ستوتو اللي حضرتك بتقول عليه؟ ده اسم الدلع حضرتك. طيب دلع اسمه ولا تقاوي؟ وده راجل بيشتغل 3 شغلانات علشان يوكل الولاد دول. ست اهلا وسهلا، مالي انا هجوزه. لا ما تنرفزنيش. حضرتك انت اللي حضرتك نرفزتيه. لا 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 بقى هو اللي حضرتك عمل كده كل ده. اي نرفزه شعري تلاقيه يقع طوالي لوحده. امال الاولاد بيقولوا يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي بتسالنيش. هو بيقول لي جاله ضيوف عاوز يعمل لهم ليمونات، فين الليمون؟ الليمون هتلقي ليمونه في الدرج التحتاني اللي في الثلاجه. يلا يا حبيبتي. ليمون ايه يا سامي؟ عروسه خدي يا خدي عروسه انت. في ايه حضرتك؟ ده العروسه دي. قول لحضرتك ايه؟ احنا مش هستنى اكتر من كده. انا مش فاهمه حاجه، انا مش عارفه انت زعلان ليه. مش فاهماك. جرافطه واستنينا، حلاقه دقن واستنينا، حمومه واستنينا، غيار واستنينا، زراير واتخيطت في الشارع واستنينا، فاضل ايه تاني؟ والضيوف؟ انا لما بخدم جوزي بخدمه لانه هو اللي ضلل عليا. مش على قفايا انا بقى وعلى اكل عيش. ضلل عليا. مش على قفايا وعلى اكل عيش. معلش. لا معلش. الست ليها مين غير جوزها؟ معلش. الست ليها مين غير جوزها؟ مش على حسابي انا. الست اللي بتحب جوزها تخاف عليه وترعاه. يعني تحب جوزك وتوقف مصالح العالم؟ لا ليه، في ايه؟ ما هو انت عارف حضرتك مصالحنا اهو. بقى هقول لك على حاجه صغيره بقى عشان تبقى فاهم. عارف العماره دي
احنا مشترين المتر بستين قرش يا ست. مشترينه برساغ، انا ماليش دعوه. انت هتحكي لي قصه حياتك. لا مش قصه حياتي، انا بقول لك قد ايه الكفاح اللي عمله جوزي. ربنا يقويه ويقويه. اوعى تقرب لطفل، اوعى تقرب لطفل، اوعى حد ينزل منك. بس اليومين بقى بدل ما اشدهم لك من العربيه نزلهم في مش هتشد، مش هتشد وهيصرخوا. واسمع كلامي للاخر بعد اذنك، بعد اذنك. طب خلينا بقى كده اهوت قاعدين في. ايوه اقعد. ونايمين وما ناكلش ولا نشرب ونروح. لا لا ليه؟ عايز تاكل؟ انا عامله لسه رز ولحمه. يا ست انت تاكليني. شايف الخرابه اللي ورا دي؟ المتصوره دي؟ انا مش شايف حاجه اكتر من عطلتي دلوقتي. المتر حضرتك خدناه بخمسه. انا ماليش دعوه بالكلام اللي حضرتك بتقول ليه ده كله. لانه قصه كفاح. جوزي ده قبل ما يتجوزني كان بيقف تحت البلكونه عندي في عز الليالي الممطره ويفضل يقول الرقه والدلال، الرقه والدلال يا عمري. طلع روحه عقبال ما خطبني، كان يفضل واقف يا ستي ماشي مصدق. صيف شتا ربيع خريف. هل انت حضرتك تسمح لنا بالاذاعه ولا ترفض؟ لو رفضت انها تتذاع. لا يا اصل يعني كده انا حاسس كده انا عارف. اصل انت حضرتك اللي كنت طبيعيه جدا. طب حضرتك يا حبيبي. طيب يا يعني نزيع؟ اتفضل يا استاذ ابراهيم. نزيع؟ لا خلاص اتفضل زيع. زيع على بركه الله. زيع ما انت ضيعت يوم التاكسي. لا يوم التاكسي عندنا. زيع اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ميرسي يا احمد شكرا. 15 جنيه مينيمم تشارج حضرتك. ماشي نعم؟ اوكي خلاص. لما واجب حضرتك تدفعهم دلوقتي. لا 15 بقى. ماشي. هتدور 20 مش مشكلة خليه دلوقتي. لا يا فندم مفيش بقشيش عندنا خالص. مش بقشيش خليه لما نتحاسب لسه. لا يا فندم ادي 5 جنيه اهي ميرسي خالص. يا مدام. ايوه. ما حضرتك ما خدتيش الاوردر. اه لا حضرتك سوري معلش. الميكروفون اللي قدام حضرتك ده. هتكلم في الميكروفون ده؟ ايوه هتقول طلبك حضرتك طلباتك نوع الاكل اللي انت عايزه بيوصل على المطبخ طوالي تحت في جهاز كمبيوتر بيستقبل ده. أنا عايز زوجي يسمعني صلاة الأكل لسه ما جاش؟ ما جاش حضرتك. ما جاش. إيه ده؟ اتكلمت زي ما حضرتك قلت لي ما طلع صوت عالي كده والناس كلها قعدت تبص لي بطريقة كأني عملت جرمة او حاجه غلط يعني مش عارف. حضرتك قلت انك نمره 5. طلبتها 5. عايز ربع فرخه وسلطه خضراء وسلطه طحينه وعيش. وعيش ايه راي حضرتك في الاكل؟ اكل ايه حضرتك مفيش حاجه جت. اتكلمت زي ما حضرتك قلت لي برده نفس القصه حضرتك برده بتحصل كل مره. انا مش عارف يعني احنا. طب انت قلت ايه حضرتك؟ قلت ترابيزه نمره 5 وعايز وقلت الطلبات اللي انا عايزها. انا عايز ربع فرخه وسلطه طحينه وسلطه خضراء وبطاطس وعيش. ودوست على الزرار؟ انا ترابيزه 5 عايز ربع فرخه وسلطه طحينه وسلطه خضراء وعيش. انا قاعد على فكره مراقباك وانت بتاكل بنهم. الحمد لله الاكل عجبك مش كده؟ كويس. طب الحمد لله. حضرتك عندك 10 جنيه فرخه، 5 سلطه خضراء، 5 سلطه طحينه، 5 بطاطس، 5 عيش و30 ارسال واستقبال. دفعت 15 فاضل 45. ايه ارسال واستقبال؟ حضرتك عندك 10 5 5 5 5 ودي 30 ارسال واستقبال. يبقى ارسال استقبال ايه حضرتك؟ ودفعت 15 ب 45. ايه ارسال ايه 30 ارسال واستقبال دي؟ مش حصل حضرتك لما جيت عملت فيش ريش 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 اكثر من مره؟ في فيش ريش دي؟ مش اتكلمت في الميكروفون حضرتك اكثر من مره؟ ايوه اتكلمت لان انت حضرتك قلت لي ده نظام المحل وانت بتتصل بالميكروفون. لا حضرتك في ترابيزات ما فيهاش ميكروفون يعني كان ممكن تقعد على ترابيزه مش ما فيهاش ميكروفون خالص. مش مزيه زكيه. مش مزيه زكيه. تعالى تعالى تعالى. طيب الحكايه سهله خد الدهب يلا. واحد بكرونه فرن في صالون ثاني.
كويس اتكلمت قلت ايه يعني؟ انا مش عايز اعرف انت عملت ايه. قلت واحد مكرونه فرن وسكالوب بانيه، ما قلتش حاجه اكتر من كده. طب ممكن اسمعها لو اتكرمت؟ اسمعها لان سمعتها بطريقه جننتني تحت. واحد مكرونه فرن وسكالوب بانيه اهو بقى. شفت بقى؟ شفت حضرتك؟ شفت حضرتك؟ شفت الناس كلها مستاءه ازاي؟ مش معقوله حضرتك تنسى اهم حاجه، الزرار. زرار ايه؟ ما دوستش على الزرار حضرتك. حضرتك بتريد سيره اي زرار ادوس عليه؟ انت اول مره حضرتك تخش مطعم بزرار؟ مطعم بزرار؟ دوس حضرتك على الزرار الابيض، اتفضل اطلب. واحد مكرونه رنا. لا 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 حضرتك، سوري انا مش فاهمك. حضرتك بتضغط على الابيض وسايب الاحمر ليه؟ مفيش زرارين، طب ليه معمولين؟ لا انا اللي عايز افهم بقى. ما ثانيه واحده حضرتك، يعني ايه ابيض ويعني ايه احمر؟ حضرتك كنت دوست على الزرار في ايه؟ اهو بس حضرتك انا عايز حركه. ده في اطفال عندها 3 سنين بتخرب الطلب في ثانيه بيجي لهم. بص حضرتك هات صباعك معايا، الصباع ده على الابيض، هتضغط ابيض وهوب احمر. انا جيت المحل هنا عشان العب هوب احمر هوب ابيض. انا بخدمك مش هضرك، اتفضل حضرتك عشان خاطري اخر مره. واحد سكالوب بانيه مكرونه فرن فرن. وبيطلع لك الاكل مغلف، لم تمسسه يد. انت بتشوف الاعلانات اللي بيتقال لك فيها لم تمسسه يد، لم تمسسه يد، عارف الاعلانات دي؟ احنا بنعمل الاكل لم تمسسه يد. عايز بركيلو كباب؟ عشان ربع كيلو كباب الناس كلها عرفت الميه والبتاع ده. طب اطلب نص، اطلب كيلو. مش يعني الناس مش هتبص كده لما اقول نص؟ يبصوا على ايه؟ على انا بقول له انا عايز ربع كيلو كباب يعني. وانت لما بتقول ربع كيلو كباب حد يبص عليك؟ ما الناس كلها واخده بالها مني انا. ليه؟ لما تقول انا قاعد لوحدي في المطعم. حضرتك دلوقتي بتعمل حاجه غلط؟ لا طبعا. طيب حضرتك اطلب في الميكروفون عادي، وده بفلوسك حضرتك، انت حر، محدش يقدر يكلمك. يعني اعيده من تاني يعني؟ ايوه حضرتك تطلب. هو انت حضرتك طلبت؟ طلبت. من غير ما تدوس على الزرار؟ من غير ما انت زي ما انت قلت لي. حضرتك هتدوس على الزرار ده، اول ما تدوس عليه هيوصل الكلام كله للمطبخ، هيتاخد على الكمبيوتر، هيجي لك اكل لم تمسسه يد، لم تمسسه يد. وادعي لي قول زكية زكريا عملت لي اللي ما حصلش. ربع كيلو كباب؟ ما عملناش حاجه كده. حضرتك هتدوس على الزرار الابيض وتحبس بالاحمر. انت زملكاوي؟ ما قلتليش كده، اهلاوي طبعا. والله دمك زي السكر. حضرتك دوس على الابيض ودوس على الاهلاوي يا سيدي بعد كده. ابيض حبسنا الاحمر. ربع كيلو كباب؟ حرب بقى. لا انا كده مش هقعد دقيقه واحده. دوس بقى ابيض. ابيض مع احمر. ربع كيلو كباب. انت عارف ايه اللي حصل؟ انت اتاخرت لان صباعك في بطء. انت عارف بتوع الاله الكاتبه بينجحوا ليه في دي اكتر؟ يعني كل الزباين عندي هنا اساسا بيلعبوا كمبيوتر كمان. فتبص لها هوبا ابيض احمر طوالي في ثانيه. الحساب حضرتك حساب ايه؟ حساب 30 جنيه حضرتك، دفعت 15، فاضل 15، يبقى كده مظبوط. وانا كنت عشان ادفع الحساب؟ انا عارفه انك ما كنتش حضرتك. الحساب 30 ارسال واستهبال، استعمال الميكروفون. ارسال واستهبال؟ ده استهبال. يعني كده انت عايز تاكل من يتامى يعني؟ كل من يتامى. مش كده جايه؟ من يتامى. تعالى تقاوي، تعالى في ايه؟ خد التهاب، خد. هتدفع ولا مش هتدفع؟ ايه ده؟ هتدفع ولا لا؟ ايه ده؟ Thank you.
اكلت حاجه ب 30 جنيه؟ حضرتك كلمت في الميكروفون والميكروفون المكالمه فيه ب 30 جنيه. الميكروفون ايه اللي كلمت فيه؟ الارسال والاستقبال حضرتك 30 جنيه. معلش حضرتك. ليه انا كنت كلمت لندن ولا حضرتك؟ لا صفحه النت. ايه حكايه لندن دي؟ انت كلمت المطبخ حضرتك تحت دلوقتي. والمطبخ ده في فرنسا؟ انت في 15 جنيه كمان لازم حضرتك تدفعهم. دفعهم بتوع ايه؟ بتوع ايه؟ طب قول 2 4 6 8 كده. مش هقول 2 4 6 8. طب قول اسكلوباني، قول اي حاجه. مش هقول اي حاجه. انا قعدت اعلمك 17 مره هنا انك تدوس ابيض هوب احمر، عرفت تعملها بزيتك. دلوقتي الحلقه دي اتصورت، لو حضرتك عايز تزيع قول زيع. لا زيع زيع نيفر ماين زيع زيع. لا اتفضل حضرتك زيع، يعني حتى اتفرج على نفسي بشكل كده. اللقطات اللي واخدينها كلها طاقه.